كتير قديم ماشي بينا وبين بعض وبنقوله من غير ما نحاول نفهم معناه على حقيقته، في حين اننا لو فكرنا فيه شوية وصلنا المغزاة هنحترمه أكتر مما بنحترمه ونقدره أكتر مما بنقدره. التعبير ده بيقول بيني وبين فلان عيش وملح، والمعنى الظاهري من الكلمة إن في بين الاتنين مودة وحب قديم وصداقة متينة، لكن المعنى الخفي للكلمة أكبر من كده بكتير. يعني لو ما كنتش معايا والدنيا مدياني قفاها ومش شايف منها غير شرها، يبقى مفيش منك خير لما تتحكلي والحظ يديني وشه ويتراءى لي. إذ إن المعروف يا حضرات المحترمين إن الواحد لما تضيق بيه الأحوال ويبقى والعياذ بالله على الحديدة ويمكن بيفكر يبيعها كمان، بيبقى مفيش قدامه حاجة ياكلها غير العيش اللي يغمسه بحبة الملح. واديني عقلك بقى لما تلاقي واحد صاحبك يجيلك برجليه وباختياره ومن غير ما حد يأثر عليه علشان ياكل معاك العيش والملح ده ويشاركك أزمتك اللي انت فيها ويحاول يخفف عنك الظروف اللي بتعدي بيها لحد ما تنتهي. ومن هنا قيمة العيش والملح اللي هي المشاركة في الأزمات، المعونة اللي الواحد لابد يقدمها لصاحبه ولصديقه، وده اللي لازم يكون وده اللي لازم يحصل، إننا نقدر النعمة اللي بناكلها مع أصحابنا وحبايبنا وقرايبنا، مش بالكلام بس، لا وبالعمل، بالمحاولة على إنهاء الأزمة. الكلام ده مش للأصحاب بس أبدا، في أهم من الأصحاب والأصدقاء والأهل كمان، البلد، بلدنا اللي لازم نحتملها في أي أزمة تمر بيها، مش نديها وشنا ساعة غناها وبعدين نديها ظهرنا في ساعة أزمتها، لا بالعكس، لازم نرد لها الجميل، لازم نحاول بكل طاقتنا إننا نقف يد واحدة في أي أزمة تمر بيها البلد عشان نعدي بيها البر السلامة للأمان ونعمل بحق لقمة العيش اللي بيننا وبين البلد اللي شالتنا في طفولتنا وياما حتشيل بعد كده أولادنا وأولاد أولادنا.